صباح الخير. بازار انتخابي والموسم حرزان، 976 مرشح للتنافس على 128 مقعد نيابي وبيناتهم 111 امرأة، والرقم 11 في الخير. عدد المرشحين الكبير بيحمل رمزية مهمة بفتح باب الدخول إلى نادي السلطة المغلق من سنوات، والامتحان الأكبر بيبقى معركة تأليف اللوائح. وعلى وقع أغنية الرفاق حائرون عم تنطبخ التحالفات بالسر. مشهد تركيب اللوائح أشبه برسمة عبثية أو سريالية، والتحالف بالقطعة، يعني تلاقي مع الحلفاء بدايرة وتوافق مع الخصوم بدايرة تانية على حساب الحلفاء. خبيصة انتخابية والهريبة تلتين المراجل. الانتخابات النيابية حديث الناس، وبعد إعلان معظم القوى السياسية أسماء مرشحيها، الكل ناطر تحالفات الأيام المقبلة لتبلش بعدها ترجيحات الربح والخسارة بمعركة الألف ميل باتجاه ساحة النجمة. ولكن الهوى الانتخابي ما قدر يحجب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمطلبية. صباح امبارح ساحة رياض الصلح كانت على موعد مع اعتصام احتجاجي لاتحاد عمال المطاعم والفنادق على مزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية. تفاصيل أكثر من تبع بها التقرير مع الزميل خالد أبو شقرة. انه توصل الامور بالعامل اللبناني انه يستجدي للعمل بوطنه والبقاء بوظيفته، منكون وصلنا للخط الاحمر. العشرات من الطباخين وموظفي المطاعم والفنادق نزلوا الى الشارع للمطالبه بوقف اكبر عمليه استبدال لليد العامله الوطنيه اللي عم يشهدها القطاع. فالتوظيف الهائل لليد العامله الاجنبيه خلف وراء الاف العاطلين عن العمل من اصحاب الكفاءه والاختصاص. نحن جايين لهون لنطرق صرخة وجع العامل اللبناني اللي عم ينهان. فعلا العامل اللبناني صار عم ينهان، نحن مش عارفين حالنا، خي نحن اهل البلد ولا ضيوف فيه. القطاع عم فيه منافسة مش طبيعية، يعني عم يكون فيه 10 اجانب عم يكون فيه لبناني مقابلهم. ما في ما حدا عم يوظف لبناني، ما حدا عم يعطي ضمان لحدا، ما في اسيرانس، ما في شيء. الموظف اللبناني عم يتاكل حقه، في 13000 عامل بهيدا القطاع، هل يعقل انه اكثر من 3 ارباعهم غير لبنانيين؟ كان في شفية مثلا بالمطابخ، كان في موظفين لبنانية حطوا حدهم كمعامل أجنبي، بعد سنتين حلوا محلهم، تعلموا راح على بيته اللبناني بقى الأجنبي. بأنه يوفروا على حالهم فبيستخدموا العامل الأجنبي، لأنه العامل الأجنبي بيكون أرخص من العامل اللبناني. ما في التزام للمطاعم معنا الشفية كشفية، يعني هلأ اتحركنا وجعنا كتير، توجعنا كتير. المعاهد الفندقية اللي عم تخرج كمان موظفين عم يطلعوا ويدفعوا مصاري ليعملوا فندقية، عم يطلعوا يقعدوا بلا شغل. يعني صارت مثلا الورق العنب صار تغير اسمه، صار يبرا، صار عنا يالانجي، صار عنا كباب اسطنبولي، صار عنا كباب هندي، كباب حلبي، كله يجيبولنا يا لهون. نحن الأكل اللبناني كله يتو نحن اللبنانيين. أكثر من 70% من مجمل العاملين بالقطاع لم يعودوا لبنانيين. عملية الاستبدال اللي كانت خجولة ومستورة وتقتصر على عمال التنظيفات والمطبخ أصبحت اليوم على المكشوف، وبطال الطباخين وعمال الصالة، وهو الأمر اللي بدأ ينعكس بشكل كبير على اليد العاملة المتخصصة ويغير من طبيعة الخدمة بلبنان اللي لطالما اشتهر فيها. نحن عم نقول هالمؤسسات هي وجه لبنان ومؤسسات مربحة. هني أعلنوا بالصيف أنه الإشغال يصل إلى 90% وبمراحل عم بيكون 60 أو 65%. نحن فرقاء بالإنتاج، مش عم نطالب شيء، عم نطالب نكون فرقاء حقيقيين بالإنتاج، نتشارك مع أصحاب العمل هالإنتاج ومنوزع توزيع عادل، مش بقيم اللبناني وبجيب محله أجنبي وبضل صرخ أني أنا منهار وتعبان. يتعدى الإعدام بلا عمل بالقطاع 12000 شخص. نحن بنتمنى على دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري اللي هو من يسعى إلى استحصال رؤوس أموال من الخارج لأيادي عاملة جديدة بحدود 3000. نحن مسروق منا 12000 من قطاعنا، خلينا نرد المسروق منا. أول شيء النوعية والجودة
حتى عم تصير داون، كثير عم تصير داون. وبالنسبة للوضع الاقتصادي لما اللبناني بيكون عم يشتغل بهذا القطاع بيكون عم يصرف مصرياته هو بقلب البلد، بينما الأجنبي هو عم بيفوت على لبنان يشتغل حيبعتهم آخر الشهر دغري على بلده. مشكل جلوبال، ببنش بالسياحة بيجي بالعمالة، حكما لازم يكون في عمالة لبنانية، أهم هذا شيء أكيد، بس كمان بده يكون كمان في سياحة بالبلد. بدنا متابعة أكثر من دولة، بدنا صرف تفتيش أكثر على المطاعم لنشوف الموظف اللبناني وين. النقص بالتفتيش وغياب الرقابة وغض النظر عن المؤسسات السياحية هن أبرز المشاكل بحسب نقابة العمال والموظفين، وهو الأمر اللي رح يدفعهم إلى إعلان أسماء المخالفين وفتحهم أمام الرأي العام إذا لم تتحرك الدولة للحد من تجاوزاتهم. منتابع حلقتنا ومننتقل إلى أوتيل فور سيزنز لنتابع ورشة عمل جمعت خبراء وفنانين، وهالورشة بتهدف للإضاءة على دور الفنانين اللبنانيين ومساعدتهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم بعصر التكنولوجيا والإنترنت. تقرير. يوم الأربعاء أصبح موعد ثابت للتوعية الصحية بمنطقة خلدي، فبمبادرة من المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي وجمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية بيت الكشف الصحي مجاني، عيادة متنقلة مجهزة بأدوية مجانية ومعدات طبية بالإضافة إلى أطباء مختصين رح يهتموا بصحة المواطن. حب المكتب الصحي المقاصدي يفوت على كل المناطق لتوعية الناس بالصحة العامة كلياتها، الفحوصات النسائية، فحص السكري، الضغط، توعية الناس لكل شيء، إرشادات السلام اللي قدام، وحابة توزع أدوية مجانية لكل شيء بيحتاجوه الشعب هوني. عم نشوف كتير مرضى أنه بيقولوا لك نحن ما معنا شيء، ما عنا سكري، ما عنا ضغط، أنه نسألهم أنتم بتعملوا فحوصات بتتابعوا حالتكم؟ بيقولوا لنا لا. هلا الأمراض اللي عم نشوفها هي الأمراض الموسمية يعني، وخاصة هلا نحن على موسم شتاء وتقلب طقس، يعني استلشاء من المرضى مش قصة استلشاء، قصة أنه بيتكلوا كتير على الأدوية أكثر من الوقاية الصحية. هالمبادرة يلي بتحمل توجيه ونصائح طبية خصوصا لمرضى السكري والضغط رح تخفف أعباء عن جيبة المواطن بظل الوضع الاقتصادي المستعصي. مدام تفادت على المستشفى عانيت كتير، ما في ضمان، عانيت كتير، رحت على وزارة الصحة ما حدا استقبلني، دفعت 4,800,000، قعدت 7 أيام المدام بالمستشفى، 4,800,000 شيء إجرامي. أغلب العائلات ما في معها مصاري ترفع أجرة الحكيم، تعرفي أجرة الحكيم غالي منيح هون. سألت إنه على وضع الجنين، الحمد لله أنا وضع جنين منيح الحمد لله. دائما بس بهتم بصحتي، بس سائب الواحد بياكل وين ما بيروح. إذن تقرير حول الندوة الفكرية رح نرجع نشوفه خلال الحلقة، أما يلي شفناه هلأ هو مبادرة من المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي يلي تم من خلاله تحديد موعد ثابت أسبوعيا للكشف والتوعية الصحية بمنطقة خلدي. هلأ رح نتوقف مع فاصل ومنرجع منتابع.